مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القاهرة، أهلا وسهلا. كالعادة مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام، بعدها الحوارات، وقطعا الحوارات متعلقة بمؤتمر المناخ. بداية الأخبار، أكد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي وتطلعها للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس جمهورية بروندي على هامش قمة المناخ. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس إيفرست نيدايشيمي رئيس جمهورية بروندي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الرئيس البروندي إلى مصر، مؤكدا عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية، ومشددا سيادته في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين. من جانبه، أشاد رئيس نيدايشيمي بتنظيم المصري الناجح للقمة العالمية للمناخ وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين. أشاد الرئيس السيسي بالدور الحيوي الذي تقوم به تنزانيا كأحدى الدول الفاعلة في إفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن على هامش مؤتمر المناخ. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر، متقدما سيادته إلى تنزانيا الشقيقة حكومة وشعب بخالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا. كما أكد السيد الرئيس الدور الحيوي الذي تقوم به تنزانيا كإحدى الدول الفاعلة في إفريقيا وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا سيادته متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية، في مقدمتها إنشاء سد جوليس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تعول مصر على دوره في منح دفعة قوية لعملية التنمية في تنزانيا الشقيقة. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بلجيكا السيد إلكساندر ديكرو عن إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ. ورحب رؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والقطاع الخاص بإطلاق المبادرة والجهود المبذولة لتطوير منظومة الهيدروجين الأخضر. ويعد المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد منصة تجمع جميع أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير عملية إنتاج واستخدامات الهيدروجين المتجدد، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والإسراع نحو الانتقال العادل للطاقة المتجددة. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهمية إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم. حضرتك، الهيدروجين الأخضر هو مصدر الطاقة النظيفة في السنوات القادمة، وهو اللي إن شاء الله هيحل مكان أي نوع من أنواع الطاقة،
لأن الطاقة الهيدروجين الخضراء بتدي تقريبا 3 أضعاف أي نوع من أنواع الطاقة الأخرى، يعني 3 أضعاف البترول و3 أضعاف الغاز. ثانيا إن يستخدم في جميع المجالات اللي بيستخدم فيها كل الوقود، يعني بيستخدم في إنتاج الكهرباء، بيستخدم في الأفران عالية الحرارة زي الحديد والصلب والإسمنت، بيستخدم في المركبات في السيارات وفي السفن وفي الطيارات، بيستخدم في التدفئة، وألمانيا وبريطانيا بالذات كانت بتستخدمه من 2 3 سنين وبتضيف منه 20% على الغاز الطبيعي، بيرفع درجة الحرارة بتاعتها من 100 إلى 140، الطاقة بتاعتها ل 140%. فإذا استخدام الهيدروجين هو المستقبل، وهو المستقبل بالنسبة للمناخ لسبب رئيسي، إن العادم بتاعه مية مقطرة، مفيش منه ثاني أكسيد الكربون إطلاقا. فالعادم بتاع الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين عموما، هو مية مقطرة صالحة للشرب أو للاستخدام. فإذا الهيدروجين الأخضر هو المنأى الوحيد للمناخ وإقلال نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي في الجو في السنوات القادمة بإذن واحد أحد. ثانيا إحنا في مصر ما بنقولش لحد إحنا عايزين نستثمر، هم عارفين قيمة مصر ككينونة موجود فيها المقاومات الرئيسية للهيدروجين الأخضر، فكله بيسعى ويحط رجله الأول ويبقى يتسابق على أن هو يبتدي يتعاقد. والتعاقدات دي قبل المؤتمر من 2 فاتت عملنا أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع العديد من دول أوروبا بالذات. دكتور، يمكن يعني ازاي يكون في مصلحة متوازية ومتجانسة بين كل الأطراف التي تشترك فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر سواء في مصر أو في دول العالم، وآلية الاستثمار في هذا المجال خاصة في ظل الدول الراغبة للدخول في هذا المجال بقوة كمصر؟ حضرتك احنا عندنا المقاومات الرئيسيه التي لا تتوفر في اي دوله ثانيه، لان دول اوروبا عملت بحث كامل على شمال افريقيا اي دوله فيهم صالحه لانها تستخدم فيها وينتج فيها الهيدروجين الاخضر لسنوات طويله. والمقاومات هي عباره عن وجود الميه ووجود الطاقه الجديده والمتجدده، هم دول الاعضاء الرئيسيه او المؤسسات الحاجات الرئيسيه لانتاج الهيدروجين الاخضر. احنا عندنا ميه موجوده على السواحل بتاعتنا 3000 كيلو متر البحر الاحمر والابيض، عندنا المناخ بتاعنا للطاقه المتجدده، واحنا عندنا الطاقه المتجدده بقى من سنه 2014 وواخدين فيها الطاقه الشمسيه اعلى او اكبر محطه طاقه في الشرق الاوسط، وطاقة الرياح نفس الكلام، والطاقة طاقة المياه اللي موجودة في جبل عتاقة نفس الكلام، هي بتدي 2.4 كله في المية. دي كلها طاقة جديدة متجددة، احنا ما عملناش عشان مؤتمر المناخ، احنا عاملينها للدولة وعاملينها من سنة بدأنا فيها من سنة 2014. يبقى إذا عندنا الخبرات الكافية والمقاومات الأساسية لإنتاج الطاقة المتجددة، وربنا وهب لنا الرياح والمية والشمس موجودين في قلب البلد ومن الاماكن المميزه على مستوى العالم لانتاج الطاقه المتجدده. يبقى اذا وجود الطاقه المتجدده ووجود الميه هم دول العنصرين الرئيسيين لانتاج الهيدروجين الاخضر. الكلام ده مش متوفر في دول كتير من دول العالم، انما طبعا دول اوروبا من 2 سنين بقول لحضرتك اكثر من 20 مذكره تفاهم عشان يستغلون او عشان يشاركونا في انتاج الهيدروجين الاخضر، وهنبقى ان شاء الله على مستوى العالم كده المنطقه الرئيسيه لانتاج الهيدروجين. ولكن كان هناك في مشكله في نقل الهيدروجين، ولكن نقل الهيدروجين ده عشان بيتنقل قبل كده، لانه لو تعرض لضغط جامد او حراره ممكن ينفجر ويعمل مشاكل، ولكن الحمد لله تغلبوا عليها دلوقتي بان بيتحط عليها ماده تحوله من غاز الى ماده الى سائل، والسائل ده يمكن ملوش اي مشاكل ولا له اي اضرار جانبيه، ممكن يتنقل بقى على سفن، يتنقل من خلال تانكرز عربيات نقل اللي هي اللي بتشيل بنزين، فده امره بقى امر سهل بماده اسمها ماده التولوكوين. وماده التولوكوين بعد ما بتوصل الهيدروجين يفصلوها عن الهيدروجين ويرجع تاني نستخدم الهيدروجين. ده حاجه. الحاجه الثانيه، حاليا في دراسات كامله علشان يعملوا البايبس زي ما بيمشوا الغاز هيمشوا الهيدروجين، بس هيعملوا تبطين معين لانابيب الغاز اللي هتعدي فيها الهيدروجين، لان الهيدروجين بياكل البايبس كلها.
فالمشكله بقت محلوله. ولذلك بقول لحضرتك في المؤتمر احنا عاملين الحاجات دي قبل كده، وهم عملوا دراسات على مصر وعارفين ان مصر حضرتك انها هي المكان الامن والمكان الملائم لانتاج الهيدروجين الاخضر لتوفر المقاومات الرئيسيه لهذا الانتاج. انا بشكرك جدا دكتور سامح نعمان خبير الطاقه المتجدده، شكرا جزيلا. يأتي هذا فيما أكدت مصر والاتحاد الأوروبي عزمهما على مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي وتعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة وتحقيق الانتقال الأخضر المتوازن والعادل. وشددت مصر والاتحاد الأوروبي على التزامهما بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية من خلال تسريع الانتقال العادل للطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم تحدد ركائز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهيدروجين المتجدد على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة في شرم الشيخ، بما يعزز التعاون الثنائي الجاري بشأن الانتقال الأخضر. افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات يوم التمويل الذي تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء على هامش قمة المناخ. وأشار مدبولي إلى أن يوم التمويل يتمتع بأهمية خاصة لأن مصر تهدف إلى تقديم دفعة وتنظيم برامج التمويل التي تسعى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. خلال فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يوم التمويل بالجناح المصري. أشار خلاله إلى أن التضامن بين جميع الأطراف هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ، مشيرا إلى أن هذا التجمع يعد دليلا على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ والتي تؤثر بدورها على موارد الدول وخاصة الدول النامية. التضامن بين جميع الأطراف أصبح خيارا لا يمكن الاستغناء عنه، حيث أن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية في مسار متناسق ومتكامل. كما أعرب رئيس الوزراء أن يوم التمويل يكتسب أهمية ملحوظة باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ يلزمها تكاتف الجهود. هذه الجهود لا ينبغي أن تضيف المزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة في الدول النامية الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. ونأمل أن يدرك شركاؤنا في الدول المتقدمة تماما ضرورة الوفاء بالتزاماتهم السابقة في هذا الصدد. وعلى جانب آخر ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال الإعلان عن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي جاءت نتاج تعاون بين الوزارات المختلفة لأنها تعكس الطبيعة الشاملة لأزمة تغير المناخ. الحكومة المصرية قامت بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ وأصحاب المصلحة الآخرين بوضع خطة وطنية للاستثمار المناخي تهدف إلى تسريع المساهمات المتعددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية وتنفيذا لاستراتيجيات طويلة الأجل. مؤتمر يؤكد أن التمويل هو حجر الأساس للوفاء بالالتزامات الوطنية حتى يتم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ويؤكد أن المستقبل الاقتصادي للدول لابد أن يتواكب مع التغيرات الاقتصادية وتتكاتف الدول الأطراف المعنية بشكل متناغم ومتناسق. من مقر انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أحمد أبو الحسن، النيل. من جانبها أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي أنه منذ قمة جلاسكو شهد العالم نموا متراجعا بسبب أزمة كورونا وما تلاها من الحرب الأوكرانية الروسية أثرت على انتشار معدلات الجوع والفقر وأزمة الطاقة. التأثير الاقتصادي كان واضحا في عام 2021، كنا نتعافى من الكوفيد وانتهينا بنمو يمثل 6%، ثم حدث أن تغير العالم بشكل مأساوي، أزمة تلو الأزمة، وكانت النتيجة اليوم هو أننا هنا في هذا المكان والجو جميل، ولكن المناخ الاقتصادي
لكن يجب أن ندرك المعاناة الشديدة التي يعانيها البشر كنتيجة لهذه الغيوم الاقتصادية. انتشر الجوع، رأينا ارتفاع لمعدلات الفقر، وهناك أزمة في الطاقة، وأيضا نحن لدينا نوع من التجزئة والتقسيم الجيوسياسية. أيضا أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى أن الدول النامية تواجه مزيدا من التضخم والأزمات المالية التي تواجه التنمية، لافتا إلى أن البنك الدولي يقوم بزيادة التمويل لمواجهة الكوارث والتغيرات المناخية ولتحقيق هدف التكيف. الدول النامية تواجه مزيدا من التضخم والمزيد من الأزمات المالية. هذه الأزمة التي تواجه التنمية نفسها وآثارها تمتد لتقليص الاقتصاديات وزيادة الفقر وتقليل فرص التعليم وأيضا عدم إتاحة الفرص للحصول على المياه أو الكهرباء أو البنية الأساسية. إن البنك الدولي منخرط في تمويل المعافاة من كل هذه المشكلات التي تنجم عن التغير المناخي، ونحن نقوم بزيادة التمويل الخاص مواجهة هذه الكوارث مثل ما حدث في باكستان، ويشمل ذلك التزاماتنا نحو التكيف. ونحن قمنا بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة ولتحقيق هدف التكيف. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاحتياج إلى الاستثمار في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى أن خطر المناخ يأتي على قمة استراتيجية الأمم المتحدة. لا يمكن سدها بدون العمل، وإلا لن نستطيع أن يكون لدينا أي وسيلة لمواجهة الخطر. يجب أن نواجه هذه المخاطر، ولكننا لا زلنا نفتقر الصورة الكاملة. هناك موارد كثيرة مختلفة يجب أن تكون حاضرة في الوقت المناسب، ولهذا جاءت تلك المبادرة. وبالتأكيد الخطر المناخ يأتي في قمة اهتمامنا وقمة استراتيجيتنا، وأيضا يجب أن يكون هناك العديد من الأنشطة المرتبطة به. أطلق نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق آل غور صباح اليوم مبادرة سباق المناخ، موضحا أن الأيدي البشرية هي التي تسبب أزمة المناخ من خلال إطلاق 162 مليون طن من الكربون في الهواء، وهذا ما يضعنا في مشكلة كبيرة. هذا صباح مهم جدا بالنسبة لكم ولي لإطلاق مبادرة سباق المناخ. سوف أبدأ بعرض الشرائح. هذه هي صورة الأرض. نحن من يسبب أزمة المناخ من خلال إطلاق 162 مليون طن من الكربون في الهواء. إننا أمام مشكلة كبيرة. نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، وهناك غازات الاحتباس الحراري التي تسبب التلوث، وهي تتراكم، وهذه الغازات تقوم بحبس الحرارة، وهي تساوي الحرارة الناجمة عن قنبلة هيروشيما 600,000 مرة. هذه هي الطاقة الناتجة عنها. قال الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية إن إطلاق المشروعات الخاصة بالمناخ لا يجب أن تكون محصورة بين العرض والطلب، مشيرا إلى ضرورة دعم البنوك متعددة الأطراف لمبادرات المناخ.
إذا ما تحدثنا عن المشروعات سوف نكتشف أن الأمر ليس فقط متعلق بقدرة الطلب وقدرة العرض. يجب أن يكون هناك موصلا، كل دولة يجب أن يكون هناك منسقا، يجب أن يكون هناك مايسترو، تكون هناك وزارة لها التفويض ويدعمها قدرات من البنوك متعددة الأطراف للقيام بهذا النوع من التوصيل وهذا النوع من الشبكات. وهذه هذا النوع من المشروعات يجب أن يتم تفعيله وأن يلعب دورا أساسي. إذا لم يكن هذا موجودا، إذا لم يكن دولتكم سنغافورة أو كوريا أو اليابان، فإنه ستكون هناك حاجة لنظام مؤسسي الدول الموجودة هنا تعمل على وضع وعمل منصات حول الطاقة والغذاء والمياه، وأيضا يجب أن يكون هناك منصة خاصة بالبلد تضع الأولويات الخاصة بالمجالات المرتبطة بالمناخ، جميع المجالات المرتبطة بالمناخ، ولكن لدينا بعض القطاعات المرتبطة بالغذاء والماء والطاقة، ولكن جميعها مرتبطة ببعض الصعوبات المرتبطة بالمناخ، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الدعم العملي. أطلق دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم من الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء منصة أسواق الكربون الطوعية بمشاركة القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ. من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية هذا الحدث، حيث سيتيح الفرصة لمزيد من الالتزام للقطاع الخاص نحو التصدي لتغير المناخ كجزء من خطة مساهمتنا الوطنية المحدثة، مما يساعد على تنفيذها بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع الوصول إلى ممارسات منخفضة الكربون. أيضا رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمشاورات الجارية بين مجموعة فورستيكو الأسترالية للطاقة ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التوقيع قريبا على اتفاق إقامة مشروع للشراكة الأسترالية في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وشدد مدبولي على ما توليه الحكومة من اهتمام بمجال توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، لأننا ننظر لمشروعات الطاقة كمشروعات حيوية في إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة. أيضا التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الفلسطيني محمد أشتيه، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر المناخ. وخلال اللقاء أكد مدبولي أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية عبر عقود من الزمن، مضيفا أن مصر ستستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن التقدير البالغ لدور مصر الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا اعتزاز فلسطين بالدعم المصري التاريخي للقضية الفلسطينية. أيضا التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة على هامش انعقاد مؤتمر المناخ. وأشاد مدبولي بمستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية التي تربط مصر والأردن في كافة المجالات. من جانبه أعرب رئيس وزراء الأردن عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعبا على تنظيمها المتميز لهذا الحدث العالمي، معتبرا ذلك مصدر فخر للعرب. كما التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء الفاتيكان، وأكد مدبولي على ما يربط مصر والفاتيكان من علاقات ودية منذ تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في أربعينيات القرن الماضي، خاصة مع الدور الذي تلعبه مصر في الحوار بين الأديان، حيث تعتبر مصر إحدى ركائز هذا الحوار نظرا لمكانتها التاريخية في العالم الإسلامي والشرق الأوسط، وكذا المكانة الرفيعة للأزهر الشريف.
أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة أهمية قيام الشركاء الدوليين برفع إسهاماتهم المادية لتوفير تمويل المناخ اللازم لتعزيز التكيف وتخفيف التداعيات ومعالجة الأضرار والخسائر. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع وزير الخارجية الأيرلندي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المناخ. من جانبه أعرب الوزير الأيرلندي عن تقدير بلاده لاستضافة مصر للمؤتمر، مشيدا بقدرته على تنظيم حدث بهذا الحجم الهائل. نظم عدد من المواطنين وقفة مؤيدة تحمل صور للنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ. تأتي تلك الوقفة احتجاجا على ما حدث بالأمس معه خلال جلسة العدالة المناخية. من جهته قال درويش إن استعداء الغرب على مصر لا يقبله أي مواطن مصري، متطرقا إلى إثارة قضية مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته. أكد أن ما حدث خلال المؤتمر الصحفي دليل دامغ على محاولة البعض الضغط على الدولة، وهو أمر مرفوض للتدخل في الشأن الداخلي. التوجه اللي كان واضح جدا أنه ضد الدولة المصرية بحد ذاتها، أن احنا نستدعي عائلة مجرم يحاكم على جرائم لا علاقة لها بالعمل السياسي، دي جرائم جنائية، ويمكن احنا شفنا المدخلات بتاعته وشفنا البوستات اللي نشرها قبل كده على صفحاته الخاصة، كل دي بتقول ان هذا الرجل هو مجرم يحاكم امام القضاء المصري. وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا، لا اعتقد ان مثل هؤلاء يستطيعوا ان هم يعقدوا مثل هذه المؤتمرات في دول اوروبية، يتحدثوا بالانتقاد او باستدعاء اي حد على الجيش او الشرطة في هذه الدول او حتى المواطنين في هذه الدول. هناك موقف ضد الدولة المصرية وضد وموجه بشكل كبير، احنا بنشوفه ظاهرهم، لكن امبارح ظهر بشكل يعني علني بشكل واضح جدا انحيازهم ضد الدولة المصرية. واعتقد ان مفيش مواطن مصري يعني هيقبل بهذا باي حال من الاحوال، بغض النظر اذا كان نائب في البرلمان او مواطن عادي. ردود الافعال داخل مصر في الحقيقة حاجة تشرف جدا، الشعب المصري شعب واعي فاهم كويس جدا. اللي حصل امبارح ده في الحقيقة هو أكبر دليل أيضاً على إن الدعوات الهدامة مش هتبقى ليها قبول لدى الشارع المصري. أنت النهاردة بتتكلم على أسرة سجين بيان، طب ما تتكلموا على كل السجناء، ما عندنا لجنة العفو الرئاسي تقدر إن هي تتقدم إليها وتشوف هل ينطبق عليه القواعد الخاصة بالعفو الرئاسي ولا لا. مسألة الضغط على الدولة المصرية أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة، هناك جيل في مصر هيتعامل بنفس الندية التي يتعاملون بها معنا، احنا لن نقبل بأي حال من الأحوال هذا السلوك المشين والأسلوب البذيء الذي ينتجه الغرب. قال اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدة مشروعات صديقة للبيئة على مستوى محافظات الجمهورية خلال السنوات القليلة الماضية. أضاف أمنة في حوار مع التلفزيون المصري أنه تم إنفاق نحو 57 مليار جنيه على مدار الأعوام الثمانية الماضية لتنفيذ هذه المشروعات. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم ومرحبا إذن من داخل أروقة كوب 27. تتواصل فعاليات المؤتمر المهم الذي يعقد على أرض مصر، ومصر بالفعل اتخذت خطوات استباقية مهمة من أجل التحضير للمؤتمر وكذلك من أجل التحضير لبيئة نظيفة في داخل مصر. سيادة الوزير هشام أمنة محافظ التنمية المحلية موجود هنا معي، أرحب به. أهلا بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك. سيادة الوزير، يعني يمكن وأنا بتحدث لحضرتك قبل هذا اللقاء قلت لحضرتك أنه حسب ما نما إلى علمي أنا شخصيا أن المدن والمحافظات الكبرى هي التي اتخذت خطوات مهمة في مجال تحسين البيئة. حضرتك صلحت لي ده، قلت لي لا، كل محافظات مصر لها جهد في تحسين الظروف البيئية وبالتالي بما ينعكس على المناخ موضوع هذا المؤتمر. تفاصيل يعني هذا المعنى إيه يا فندم؟ اللي أنا عايز أقوله لحضرتك الأول، طبعا الأول خلينا نشكر فخامة الرئيس على المؤتمر العظيم ده اللي هو يعني حدث دولي كبير جدا، والنجاح الباهر اللي احنا بنشوفه في المؤتمر، لأن إذا كان هناك نجاح فكان وراءه تنظيم عظيم لدولة بيمثلها رئيس متميز في حجم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عايز أقول إن ما يحدث في المحافظات هو اللي بيحدث في المحافظات الرئيسية أو القاهرة الكبرى. عايز أقول لك هناك مشروعات كبيرة جدا تمت جوه المحافظات كلها. إحنا عملنا في داخل المحافظات مشروعات متميزة في مجال التخلص من البيئة وإعادة تدويرها، زي المصانع التدوير، زي المحطات الوسيطة والثابتة والمحطات المتحركة، زي دعمهم بمجموع حجم من المعدات. يعني عايز أقول لحضرتك المعدات الجديدة اللي دخلت المحافظات في الست سنوات اللي فاتت كانت حوالي 9600 معدة. عايز أقول إن يمكن قريب جدا من حوالي شهر بالظبط أو يمكن أقل بشوية كنت في محافظة الدقهلية بنفتتح مصنع هناك في المنزلة ب 165 مليون جنيه. فالنهارده مفيش حاجة اسمها العواصم بس هي اللي، مفيش كده، الكلام ده موجود على مستوى 27 محافظة. عايز أقول إن ما تم إنفاقه لتطوير البنية التحتية للمشروعات في داخل المحافظات بالكامل حوالي 57 مليار جنيه في الثمان سنين اللي فاتت، وده عهد فخامة الرئيس يعني في عهد السادة كلهم. فعايز اقول ان احنا اصلا استطعنا ان احنا نشتغل على الارض. لما اقول لك بس حجم المخلفات التاريخيه والمتولده يوميا تم رفع 280 مليون طن. هذا الرقم يعني اما اقوله لك هتقول ان هو رقم عظيم وضخم. احنا ليه بنقول ده؟ احنا عندنا منهم 200 مليون طن مخلفات تاريخية يعني تاريخية قديمة، يعني قديمة متراكمة ما كانش حد في الأول مدي الموضوع ده اهتمام. فكان داخل المحافظات فيه مخلفات عبارة عن جبال بتعمل مشاكل وبتعمل ليها انبعاثات كربونية مش مظبوطة، وكان بتأثر على حياة المواطنين وسلامتهم. فتعاملنا مع هذا الحدث، وعايز أقول إن الكلام ده طبعا تم على مستوى الوزارة والسبع أو شيء محافظة تحت إشراف دقيق جدا من رئاسة الوزراء ودولة رئيس الوزراء. فعايز أقول ما يحدث على الأرض يجب أن الناس تصدقه، لأن احنا الآن وأنا بكلمك بنشتغل في حوالي 100، اشتغلنا في 196 مشروع خلصنا منهم جزء، ومتبقي حوالي 130 مشروع بيتموا داخل المحافظات. عايز أقول إن شاء الله على نهاية الأسبوع هنعلن عن تعاقدات جديدة برضو مع بعض الجهات في هذا المجال. عايز أقول إن كان في مبادرات عظيمة الدولة بتعملها زي مبادرة 100 مليون شجرة اللي هو زراعة الأشجار عشان ننقي الجو، والكلام ده اتعمل فيه بدأنا هيتعمل على 7 سنوات. عايز أقول لحضرتك إحنا مشروعات حياة كريمة اللي اتعملت في داخل المحافظات كلها اتعملت في حوالي 2400 مشروع اتعملوا داخل 20 محافظة في 52 مركز على مستوى الكرة. فعايز أقول إن ما يحدث على الأرض من محطات المعالجة وخطوط الطرد وما شابه ده أكيد بيساعد على الحد من التأثيرات البيئية. أنا عايز أقول إن إحنا أوجدنا دلوقتي المحطات الوسيطة المتحركة دي اللي موجودة في الشوارع ممكن أي حد يحط فيها. الصناديق القمامة متوفرة في الشوارع. عايز أقول الرفع والجمع المنزلي ده متواجد، وفي جمعيات كتير شغالة في هذا المجال، وفي شركات كتير شغالة في هذا المجال، وفي يعني المحافظات نفسها بترفع القمامة اللي ما عندوش شركات بيشتغل بنفسه. فعايز أقول ما يحدث، أما أقول لحضرتك إن في حوالي 9600 معدة دخلوا المحافظات في الثمان سنين اللي فاتوا، اذا هناك تقدم يعني. لكن في النهايه بنطلب من الساده المواطنين التجاوب مع الدوله ومساعدتنا في ان احنا الوزارات تتمم مهمتها داخل المحافظات. رساله مهمه المحافظات للمواطن، ويا رب بالتوفيق في جهودكم. بشكر حضرتك على وجودك معنا في التلفزيون المصري. بشكر حضراتكم، بعود الى زملاء في الاستوديو كل التحيه، ونزال على تواصل دائم من اروقه كوب 27 بشرم الشيخ. كل التحيه. صرح السفير عمر عادل سفير جمهورية مصر العربية في أثينا أن السفارة وصلت اتصالاتها مع السلطات المعنية طوال الأيام الماضية لتسهيل واستثناء أهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق أمام السواحل اليونانية الأسبوع الماضي، وذلك لتمكينهم من سعة إجراء تحليل DNA الذي طلبت به السلطات اليونانية حتى يتسنى مطابقة الجثامين والتعرف عليها وسط إصدار موافقة السلطات اليونانية على نقل الجثامين إلى ذويهم في مصر.
قد أكدت الجهات المعنية في مصر بأن أهالي الضحايا يمكنهم التوجه اعتبارا من صباح يوم غد الخميس الموافق 10 نوفمبر الجاري لمصلحة الطب الشرعية بالسيدة زينب بجوار سور مجرى العيون لعمل تحليل DNA. ومصلحة الطب الشرعية سوف توافي السفارة المصرية في أثينا مباشرة بنتائج التحليل تباعا. مشاهدينا، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد قليل أولى حوارات من القاهرة. أولى الحوارات، مصر بتوقع اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل الدولية. هذا هو موضوع هذا الحوار بعد قليل، ابقوا معنا.